يسعدنا اليوم نلتقي معاكم في معرض ومؤتمر دبي للإغاثة والتطوير. هذا المؤتمر هو النسخة 18 لمؤتمر ديهاد، والمشاركة الثانية لمنظمة تربويون بلا حدود الدولية. شعار هذا المؤتمر هذه السنة تحت الهدف 17 للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الخاص بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. فتركيز المؤتمر هذا العام على الشراكات النوعية بين المنظمات والهيئات التي تعمل في إطار الإغاثة والتطوير. هدفنا طبعاً نحن في المنظمة المشاركة في هذا المؤتمر وهذا المعرض، والاستفادة من الخبرات الموجودة في هذا المعرض، وكذلك أيضا عقد اجتماعات مع منظمات وهيئات دولية تختص بالإغاثة بشكل عام وبالتعليم بشكل خاص، والبحث عن فرص لتنفيذ مشاريع مشتركة معهم في المستقبل. وجدنا فعلا هناك إقبال كبير من المشاركون المشاركين في هذا المؤتمر على منصتنا، منصة تربويين بلا حدود الدولية. ونتمنى إن شاء الله يعني نطلع أن تتوج هذه اللقاءات بمشاريع مشتركة تخدم الأطفال والمعلمين في جميع دول العالم. وشكرا على المشاركة.